با مراد فرحان بزاف نخرجوا على الاطار اللي تعودنا عليه كنطلقوا دائما وتفتح لي الالبوم الخاص ديالك الالبوم اللي فيه مسار طويل. تحيه لك هشام، نتمنى ان شاء الله هذه الحلقه هذه نستافدوا منها حنا هما الاولين وكذلك الناس اللي غادي يتبعونا وكم ثقه بنا تكون واحد الحلقه اللي جميله جميله بزاف.